شكرا مروج. محطات الأزمة العراقية حتى الساعات الأخيرة، الشارع والشارع المقابل، كل هذه ملفات سنبحثها في ملف رئيسي في الساعة الثانية من غرفة الأخبار. خلافات الغاز بين روسيا والأوروبيين تتسع مع انضمام بلدان جديدة إلى لائحة الحظر الروسية. موسكو تعلن أن لاتفيا لن تحصل على الغاز الروسي بسبب انتهاكها شروط العرض، وتحديدا مع امتناع الدول الأوروبية عن دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي. الخطوات الروسية تترافق مع الخطط الأوروبية المستمرة لإيجاد بدائل طارئة عن الغاز الروسي مع اقتراب فصل الشتاء. فهل ستتمكن أوروبا من وقف إمداداتها من روسيا قريبا؟ وأي خسائر على روسيا مع ازدياد قطع الغاز عن دول أوروبية وبالتالي استيفاء الرسوم وفق العقود؟ نرحب بضيفنا من شبه جزيرة القرم، عضو مجلس الدوما السابق ومدير معهد الدراسات السياسية سيرغي ماركوف. سيد ماركوف، أبدأ معك مما يحذر منه اليوم اقتصاديون ومراقبون داخل روسيا من أن اليوم عدم حصول روسيا على كل هذه العقود، واليوم بدأ هذا القطع عن لاتفيا، قد يكبد الاقتصاد خسائر جسيمة. وهل سينجح الروس في البحث أو الحصول على عقود وأسواق بديلة بسرعة قياسية قبل الشتاء؟ روسيا اليوم تنتظر لبدائل، فروسيا بكل تأكيد تبحث عن المناطق التي يمكن أن ترسلها إليها. طبعا هناك مثلا مشروع سيبيريا، وسيبيريا طبعا هناك أنبوب طويل جدا قد تم إنشاؤه إلى الصين من روسيا، وهذا سيستعمل. وأيضا روسيا الآن تبحث عن فرص أخرى مثلا إلى تركيا أو إلى الشرق الأوسط، فهناك فرص أخرى نعم، ولكن أحيانا نفهم بأن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي فيما يخص الغاز هي طبعا مترابطة، فروسيا عليها أن تستمر في ضخ الغاز إلى أوروبا لأنها أكبر شريك، أو كانت شريكا على مدى عقود وأكبر شريك لأوروبا، وأوروبا عليها أن تحصل على الغاز الروسي لأن روسيا هي الممول الأكبر للغاز إلى أوروبا. بالتأكيد هناك أحيانا توترات، وبعض الدول الأوروبية تتصرف بطريقة عدوانية، ولاتفيا كانت مثالا بارزا. فالحكومة اللاتفية استفزت الآن تستفز روسيا، والحكومة اللاتفية قررت بأن لا أحد من المواطنين الروس يمكن أن يدخل إلى لاتفيا من دون كتابة رسالة خاصة بأن هذا المواطن الروسي يندد بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وطبعا هذا عدواني جدا. أنا أعطيتكم فقط هذا المثال عن لاتفيا. وفي لاتفيا أيضا فثلث المواطنين هم من الناطقين بالروسية، نصفهم من أصول روسية ونصفهم ليسوا من الروس ولكنهم يتحدثون الروسية، ولكن اللغة الروسية تقمع من قبل الحكومة اللاتفية، وليس هناك أي موضع رسمي للغة الروسية، وهم يحاولون قمع وتقويض تعليم الروسية هناك. إذن هذا سلوك عدواني من الحكومة اللاتفية. ولكن اليوم التجربة مع لاتفيا قد تنسحب على عدد كبير من الدول. لم تجبني على النقطة الأولى من سؤالي، وهي المتعلقة من أي خسائر سيتكبدها الاقتصاد الروسي. العقوبات ستستمر، الحرب مفتوحة، وكل المؤشرات اليوم المتصلة بنسب أرباح روسيا اليوم ستخسر منها ما يلامس 20% من صادراتها النفطية إلى أوروبا.
بالطبع روسيا تخسر الكثير بسبب هذه العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ولكن هذا ما كنا نتوقعه بكل تأكيد. نحن نفهم بأنه ليس هناك مثلا أي شيء يربط بين دولتين، فروسيا تنظر إلى أوكرانيا بأنها محتلة من الناتو والولايات المتحدة، إذن هي حرب هجينة وبالوكالة بالنسبة لأوروبا والولايات المتحدة ضد روسيا. والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي طبعا هي دول صناعية وتستعمل قيادتها الاقتصادية وريادتها لتقويض الموضع أو الموقف الروسي. هذا ما توقعناه، ولكن نشدد بأن هناك علاقة ترابط بين روسيا والاتحاد الأوروبي. هذه العلاقة موجودة ولا يمكن قطع تلك العلاقة، وعلينا أن نحدد ما نقوله هنا. وإذا تحدثنا عن الروبل هنا، فروسيا طلبت من دول الاتحاد الأوروبي أن تدفع بالروبل مقابل الغاز، ولكن لأن الاتحاد الأوروبي سرق أموالا أكثر من 300 مليار يورو من روسيا من خلال العقوبات، والاتحاد الأوروبي قالوا بأنه ينبغي إعطاء الاتحاد الأوروبي الغاز، ولكن سيدفعون بتلك الأموال التي سيأخذها الأوروبيون مرة أخرى. طبعا هذا ليس منطقيا. كيريل ميلنيكوف رئيس مركز تطوير الطاقة في روسيا يتحدث عن خسائر محدودة، ولكن التقديرات الأوروبية مراكز أبحاث ألمانية تحدثت بأنها قد تصل إلى 22 مليار دولار، فيما أكد ميلنيكوف أنها لن تتجاوز 5 مليارات. كيف ستنعكس مباشرة على الاقتصاد الروسي، على حياة المواطنين الروس الذين يرزحون منذ سنوات تحت ضائقة اقتصادية، وهنالك من يستفيد مباشرة من أسواق وتجارة النفط في روسيا؟ لا أحد لا يعلم، لا أحد يعلم، دعوني أكون صريحا، لا أحد يعلم. طبعا يمكن إعطاء أرقام هكذا، ولكن بكل وضوح هذا غير ممكن، ولكن هناك حلول بكل تأكيد. روسيا نعم ستخسر الأموال، ولكن هناك الكثير من الناس الذين يعتقدون بأنه من الأفضل لنا أن نقلل ضخ الغاز إلى أوروبا وأن ننقل هذا الغاز داخل الاقتصاد الروسي لتنمية صناعة الكيماويات في روسيا، وأيضا الصناعات التي يمكن أن تستغل هذا الغاز لتدخل سوق التنافس الدولي. هذا سيجعل الاقتصاد الروسي ربما تنافسيا أكثر، ولكن في أي اتجاه ستذهب الأمور لا نعرف بكل تأكيد. أظن بأن روسيا نعم ستواجه مشكلات بسبب الإيرادات التي تجنيها من الاتحاد الأوروبي، ولكن روسيا يمكن أن تستعمل أو تستغل هذه الظروف لتغير وضعها الاقتصادي ولتطوير كما قلت صناعات عديدة والتي ستكون مربحة أكثر من مجرد بيع الغاز. الحديث بأن التنافسية والمتصلة برميل نفط الأورال ومرتبط بأسعار برنت، وأن النفط الخام هناك تنافسية تصل إلى 35 دولار للبرميل الواحد التي كانت تستفيد منها روسيا، اليوم انقلبت هذه الموازين بأن المستفيد اليوم هو المصدر الأمريكي. هل تعي موسكو اليوم خطورة هذه المعادلة الجديدة أمام كل العقوبات والخسائر هناك أرباح أمريكية ضخمة؟ كل دولة تنتج الغاز والنفط طبعا ستستفيد كثيرا وتجني الكثير من الأموال بسبب زيادة أسعار النفط والغاز وبسبب هذه الحرب في أراضي أوكرانيا بين الدول الغربية وروسيا.
لأن الولايات المتحدة تنتج الغاز والنفط، فبكل تأكيد هي تجني الأموال أكثر، وهناك دول تجني أكثر مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وأذربيجان وروسيا أيضا. ومن جانب ثم مرة أخرى الفجوة بين غاز الأورال وأنواع الغاز الأخرى أو النفط الأورال عفوا، فهناك مشكلات مثلا بشأن البيع، ولكن عموما بسبب هذا النزاع فأسعار الغاز ارتفعت بصورة غير مسبوقة، فروسيا الآن استفادت كثيرا، ربما أقل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وغيرها، ولكن روسيا عموما استفادت بسبب هذا النزاع. نعم، الحديث بأن يعني شرحت بالتفصيل اليوم كيف سيستفيد الموردون الجدد من هذه العقوبات، ولكن تتحدث أيضا الأرقام بأن هذه الخسائر الروسية ستقوض قدرة الكرملين على تمويل الحرب، إذ ستبلغ ثلث ميزانية اليوم القوات العسكرية، في حين تضاعفت كل التكلفة أمام موسكو في الحرب الأوكرانية. هذا يعني تراجع اليوم عن خطوط المواجهة الأولى، وتراجع أيضا في الفوز والسيطرة التي تفرضها القوات الروسية على الأرض. بكل تأكيد من الأفضل أن تحقق روسيا النصر أسرع من أن تقضي وقتا أطول في هذا النزاع، ولكن رغم هذا فإن روسيا مستعدة لحرب طويلة الأمد، وهذه الحرب الهجينة بين روسيا والدول الغربية. وروسيا نعم تكبدت خسائر، ولكن عموما إذا تحدثنا مثلا، لأن روسيا طبعا لديها تقدمها العسكري الذي تحققه، وهو فمثلا روسيا لا تشتري أي شيء من الأسلحة أو غيرها، وهذا يعني بأن روسيا ربما ستكون لديها مشكلات بسبب ارتفاع أو أسباب اقتصادية عموما. ولكن إذا تحدثنا عن الحرب وتمويل الحرب فلن يكون هناك تأثير كبير، لأن المجمعات العسكرية الروسية تعمل داخل روسيا ولا تعاني. أشكرك جزيل الشكر، عضو مجلس الدوما الروسية السابق، مدير معهد الدراسات السياسية سيرغي ماركوف، كنت معنا من شبه جزيرة القرم.